الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد المحاضره السادسه في منهج الكيمياء. طبعا احنا الفيديو اللي فات او المحاضره اللي فاتت اتكلمنا فيها عن عنصر الحديد، واتكلمنا عن كل حاجه خاصه بعنصر الحديد من حيث العدد الذري والتوزيع الالكتروني ووجوده في القشره الارضيه، وكمان عرفنا نستخلص الحديد من الخامات بتاعته. النهارده باذن الله هناخد حاجه جديده عندنا اسمها السبائك. طبعا عشان بس ابقى عارفه ايه هي السبائك مبدئيا كده، عشان اعمل سبيكه لازم تكون العناصر اللي عندي تكون قريبه من بعضها. يعني ايه قريبه من بعضها؟ يعني متشابهين في الكتله، متشابهين في الخواص، يعني الخواص بتاعتهم كلها قريبه من بعضها. فاحنا الاول يعني ايه سبيكه اصلا؟ سبيكه يعني انا بجيب عنصرين او ثلاثه او اربعه، يعني عنصرين او اكتر كلهم في الزيت. بنعمل ايه بقى؟ بنخلط العناصر دي كلها مع بعضها عشان تكون لي حاجه اسمها سبيك، او ممكن اجيب فلز مع لافلز عشان يكون لي برضو في الاخر سبيك. يبقى السبيك عباره عن عنصرين او اكتر من الفلزات، او ممكن تكون عنصر من الفلزات مع عنصر من اللافلزات عشان يكون لي في الاخر ايه حاجه اسمها السبيك. يعني بمعنى اصح حاجه شبه المخلوط، اتنين مخلوطين ببعض. تمام. طيب السبائك بقى بتتحضر ازاي؟ لو انا دلوقتي مثلا عندي فلز زي الحديد وفلز ولا فلز زي الكربون مثلا، وعايزه الاثنين اخلطهم مع بعض عشان يكونوا لي سبيكه، بعمل ايه؟ عندي طريقتين، يا اما طريقه اسمها طريقه السهر. السهر يعني ايه؟ ان انا بجيب الفلزين الاثنين اصيحهم، يعني اصهرهم، وبعد كده اخلطهم مع بعض، وبعد ما اخلطهم مع بعض وهم منصهرين او سايحين اسيبهم يبردوا، هلاقيهم جمدوا وكونوا لي في الاخر السبيكه. يبقى انا بسيح اتنين مع بعض، زي مثلا انا عايزه ايه الذهب مع الفضه، او مثلا الذهب مع النحاس، عايزه اعمل سبيكه اعمل الذهب مع النحاس، بجيب الذهب اسيحه واجيب النحاس اسيحه واخلطهم مع بعض، وبعد كده اسيبهم يبردوا. دي كده اسمها عمليه السهر. طب الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ الترسيب الكهربي. الترسيب الكهربي ازاي؟ ان انا مثلا لو انا عايزه اعمل ترسيب لفلزين اتنين، يعني مثلا عندي حاجه زي مقبض، اللي هي المقبض بتاع البيبان، المقبض ده والله انا عايزه ادهنه بحاجه اسمها النحاس الاصفر. ايه النحاس الاصفر ده؟ النحاس الاصفر ده عباره عن نحاس مع خرسين، يعني سبيكه نحاس مع خرسين، عايزه ادهنه بالمقبض ده. بعمل ايه؟ بجيب عندي محلولين اتنين فيهم ايونات نحاس وايونات خرسين، يعني مثلا زد ان اس او 4، يعني مثلا اهو زد ان اس او 4 ده محلول كبريتات النحاس وكبريتات الخرسين، يعني فيه ايونات خرسين. نفس الكلام في النحاس، ممكن اقوم سي يو سي او 3 ده برضو محلول كربونات النحاس، يعني فيه ايونات نحاس. كل دول انا بعمل لهم حاجه اسمها ترسيب كهربي، ان انا بحطهم في محلول واوصلهم قطبين اتنين التيار الكهربي واوصلهم بالمقبض ده. ايه اللي بيحصل؟ ايونات النحاس مع ايونات الخرسين بيبداوا يترسبوا على مقبض بتاعة الإيد أو بتاعة المقابض الحديدية بتاعة البيبان. يعني لما بيترسبوا الاتنين على المقبض الحديد بيكونوا في الآخر إيه؟ اللون الأصفر بتاعنا، اللي هو النحاس مع الخرسين مع بعض. فهمتوا كده؟ دي اسمها الترسيب الكهربي. يبقى أنا برسب فلزين اتنين أو أكتر على نفس الحاجة، بس لازم يكون عندنا محلول بيحتوي على الأيونات بتاعة الفلزين الاتنين دول عشان ينفع يترسبوا. تمام؟ طيب هو أنا ليه بعمل سبيكة أصلا؟ انا بعمل سبيكه لما يكون الفلز اللي عندي الخواص بتاعته مش كويسه، فبعمل له سبيكه عشان يديني خواص تانية جديده خالص. فاكرين لما كنا بنقول مثلا والله ان عنصر المنجنيز ده عنصر هش في صورته النقيه، عشان كده ما بينفعش استخدمه الا في صوره سبائك او مركبات؟ هي نفس الفكره، انا لما باجي اشتغل مع اي عنصر وهو نقي بيكون خواصه ما بتكونش كويسه قوي، يعني خواصه بتكون ضعيفه شويه، فانا بضطر اعمل له سبائك عشان احسن الخواص بتاعته، اجيب صفات مرغوب فيها، صفات حلوه. فهمتوا كده؟ طيب نيجي بقى لايه انواع السبائك. دلوقتي مثلا هتخيلوا قدامي مثلا فلز نقي زي ده كده، زي مثلا الحديد، اي فلز نقي زي الحديد كده مثلا في صورته العادية بيكون حاجة اسمها الشبكة البلورية. دي كده اسمها الشبكة البلورية، عبارة عن الذرات، والذرات مترصة مع بعضها، بنقول رص محكم. رص محكم يعني ايه؟ يعني كلهم مرصوصين رص كويس قوي مع بعض وبالتساوي ومقفولين مع بعض خالص. عشان كده بنقول ان الفلز بيكون حاجة اسمها شبكة بلورية. طب ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ لما اجي اطرق على الفلز عرض لعملية طرق، يعني انا بخبط عليه، بيحصل حاجة اسمها انزلاق للطبقات. شوفوا الطبقات عملت ازاي بالشكل ده كده، الطبقات بدأت تنزلق بينها وبين بعضها، يعني الطبقات اتحركت فوق بعضها. فهمتوا كده؟ طب انا بقى بعمل ايه؟ انا لما بعمل له سبيكة بعمل له سبيكة عشان خاطر امنع الانزلاق ده، ما اخليش الانزلاق ده يحصل، فبعمل له السبيكة.
زي مثلا ايه؟ عندي 3 انواع من السبائك. اول سبيكة اسمها السبيكة البينية. السبيكة البينية بعمل فيها ايه؟ بيكون عندي الفلز الناقص ذات نفسه، هو الذرات بتاعته عادي، بجيب له بقى انا ذرات تانية بتاعت فلز او لا فلز تاني وام مدخلها جواها، فبنقول ان بيحصل تداخل بعض الذرات خلال الشبكة البلورية للفلز الاخر. فهمتوا كده؟ يبقى الفلز النقي انا بجيب له اعمله تداخل لبعض ذرات فلز تاني خالص، بعمله تداخل في وسط الذرات بتاعته، او بالشكل ده كده او بالشكل ده كده. بتكون الذرات يا اما كبيره يا اما صغيره، في الحالتين بيمنعوا انزلاق الطبقات. يبقى وظيفه التداخل ده ان هم يمنعوا انزلاق الطبقات، وبالتالي بيخلوا الفلز ده اكثر صلابه وقوه، بيخلوه بالشكل الطبيعي بتاعه اكثر صلابه من الشكل النقي الاولاني ده. فهمتوا كده؟ طيب الذرات بقى عشان تدخل جوه الشبكة البلورية بتعمل ايه بقى؟ بتحسن الخواص بتاعة الفلز. زي ايه؟ زي مثلا بتأثر في درجة الانصهار، لأنه لما هيبقى قوي أكتر درجة الانصهار هتزيد. بتأثر في التوصيل الكهربي، القوة والمتانة بتاعته بيكون صلبة أكتر، مقاومته للتآكل بيكون متآكل أكتر، خواص المغناطيسية، الترك والسحب وهكذا. يبقى هي بتأثر على الخواص بتاعة الفلز ذات نفسه. فهمتوا كده؟ طيب المثال بقى بتاعت السبيكة البينية مين عندنا؟ الحديد والكربون، اللي احنا بنسميه مين؟ الحديد الصلب. حديد مع كربون بنسميه حديد صلب. انا بجيب جزيئات او ذرات الكربون بعمل لها تداخل ما بين ذرات الحديد، دي كده اسمها سبيكة الحديد والكربون. تمام كده؟ نيجي لتاني نوع من السبائك اسمه السبائك الاستبدالية. والله السبائك الاستبدالية بيكون بيحصل فيها استبدال لذرات العناصر في الشبكة البلورية. يعني ايه؟ يعني مثلا كان في الاصل كانوا كلهم حديد، جيت انا شلت واحده حديد وحطيت مثلا واحده نيكل. هنا نفس الكلام، شلت واحده حديد وحطيت واحده نيكل. يبقى انا عملت ايه؟ عملت عمليه استبدال لذرات الفلز. انا استبدلت الذره بذره تانية خالص، لعنصر تاني خالص. طب انا في السبائك البينيه كنت بعمل ايه؟ ما كنتش بستبدل، انا كنت بعمل تداخل لذرات جوه ذرات الفلز ذات نفسه، يعني بدخلهم لكن ما بشيلش حاجة من ذرات الفلز، يعني ما بخرجش حاجة من الفلز ذات نفسه. إنما عندي هنا أنا بستبدل، فبشيل ذرات من ذرات الحديد وأحط بدلها ذرات من عنصر تاني خالص زي النيكل مثلا. فهمتوني كده؟ طيب طب عشان أعمل تداخل لازم يكون إيه؟ لازم يكون العنصر اللي أنا حطيته ده أو الفلز اللي أنا حطيته ده يكون شبه الفلز الأصلي في الشكل البلوري، يعني الشكل البلوري بتاعهم يكون شبه بعض. ليه؟ عشان لما احطه مكان الحديد مثلا ما يحصلش فيه اختلاف، تحس ان هما واحد. نفس الكلام يكونوا شبه بعض في الخواص الكيميائية، لازم الخواص الكيميائية بتاعتهم تكون شبه بعضها عشان برضو لما استبدلهم ما يبانش ان في اختلاف. طيب الحجم مثلا، لازم الحجم يكون شبه بعضه. يعني ايه الحجم شبه بعضه؟ يعني لازم يكونوا في نفس مثلا المجموعة، زي الحديد والنيكل. الحديد والنيكل الاتنين في المجموعة التامنة، عشان كده مع بعض عادي مفيش أي مشكلة خالص. فهمتوا كده؟ طيب مين بقى الأمثلة عندنا؟ الحديد والكروم بيكونوا لي سبيكة اسمها سبيكة الصلب الذي لا يصدأ. حديد مع كروم بيكونوا لي سبيكة الصلب الذي لا يصدأ. طيب الحديد والنيكل مع بعض، واحنا قلنا ان هما مع بعض في نفس الحجم عشان في نفس الايه المجموعة. الذهب والنحاس نفس الكلام. يبقى انا عندي دلوقتي السبائك الاستبداليه تفرق عن السبائك البينيه في ايه؟ السبائك البينيه كنا بنعمل تداخل لذرات فلز او لا فلز في وسط ذرات الفلز ذات نفسه، لكن هل انا بشيل حاجه من ذرات الفلز النقي او الاصلي؟ لا. طب في السبائك الاستبداليه لا، بستبدل، بشيل ذرات من الفلز الاصلي واحط بداله ذرات تانية من الفلز اللي انا عاوز اعمل له معاه سبيكه. بس شرط اساسي ان انا عشان اعمل الاستبدال ده لازم يكونوا الاتنين شبه بعض. شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في الشبكه البلوريه او في الشكل البلوري، شبه بعض في الخواص الكيميائيه بتاعتهم، وشبه بعض في الحجم. تمام. طب الامثله بتاعت السبائك البينيه خدنا مثال واحد بس اللي هو الحديد مع الكربون اللي احنا بنسميه ايه؟ الحديد الصلب. طيب السبائك الاستبداليه عندي 3 امثله اللي هم الحديد والكروم، ودول بنسميهم الصلب الذي لا يصدأ او سبيكه الصلب الذي لا يصدأ. طيب الحديد والنيكل والذهب والنحاس. تمام كده. طيب تالت نوع عندنا من السبائك، وده اخر حاجه عندنا في الدرس كله، اللي هي السبائك البين فلزيه. السبائك البين فلزيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ذرات فلز بتتحد مع فلز تاني اتحاد كيميائي عشان يكونوا لي مركب تالت خالص.
طب ما حد يجي يقول لي ايه، طب ما ده عادي، ما ممكن في عنصر يتحد مع عنصر عشان يكون مركب تاني خالص. طب الفكرة هنا في السباكة البنفلزية ايه؟ ان الصيغة بتاعتهم لا تخضع لقوانين التكافؤ. يعني ايه لا تخضع لقوانين التكافؤ؟ يعني مثلا انا جبت حاجة زي الذهب اتحدتها مع حاجة زي الرصاص. الطبيعي ايه؟ ان اللي بيحصل ان احنا بنقول ان الذهب، والله يا جماعة الذهب تكافؤ ثلاثي، الرصاص تكافؤ ثنائي. بيحصل ايه؟ بيحصل تبادل التكافؤات. النحاس ياخد الذهب، سوري، ياخد الاتنين يبقى Au2، الرصاص ياخد التلاتة يبقى Bb3. يبقى لو هو صح وتبع ماشي تبع التكافؤات العادية اللي احنا عارفينها، يبقى المفروض الصيغة الكيميائية بتاعت سبيكة الرصاص مع الذهب يبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى Au2 Bb3، ده الطبيعي. بس احنا بنلاحظ ايه بقى؟ ان سبيكة الذهب مع الرصاص بتديني ايه؟ بتديني Au2 Bb. كده اصبح التكافؤات باظت. عشان كده بنقول ايه؟ انها لا تخضع لقوانين التكافؤ، يعني التكافؤات بتاعتها ما بتكونش مظبوطة. حاجة تانية زي ايه؟ زي سبيكة السيمنتايت. السيمنتايت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حديد مع كربون. طب نمشي بنفس الطريقة، الحديد تكافؤه ايه؟ يا ثنائي يا ثلاثي، همشي ثنائي الأول. طب الكربون رباعي معروفة. طب لو جيت اختصر يبقى الاتنين على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الشكل ايه؟ يبقى ال Fe تاخد الاتنين وسي تاخد الواحد، يبقى Fe2C. لا ما لقيتش كده خالص. طب نشوف التكافؤ التاني، ممكن يكون يا جماعة الحديد ثلاثي، ما الحديد احنا عارفين هو ثنائي يا ثلاثي. طب والكربون رباعي، يبقى المفروض الشكل ايه؟ Fe4C3. لا احنا لاحظنا ان سبيكة السيمنتايت بقى اللي هي كربون مع حديد، لا هي كده ولا هي كده، امال رمزها ايه؟ Fe3C. عشان كده برضو بنقول ايه؟ انها لا تخضع لقوانين التكافؤ. يبقى انا دلوقتي عندي سبيكة الرصاص مع الذهب Au2Bb، سبيكة السيمنتايت Fe3C. طيب هل دول بس السبيكتين البنفلزيين اللي عندي؟ لا انا عندي حاجات تانية. عندي زي ايه؟ زي الالومنيوم مع النيكل، او الالومنيوم مع النحاس، ودول بنسميهم ايه؟ بنسميهم الديور الومين. الالومنيوم مع النيكل والالومنيوم مع النحاس بنسميهم ايه؟ الديور الومين. دول السبيكتين مع بعض بنسميهم الديور الومين. يبقى تاني، يبقى انا دلوقتي عندي السبائك البنفلزيه، ايه اللي بيحصل فيها؟ بنعمل اتحاد، لان العناصر المكونه للسبيكه اللي هم العنصرين اللي انا عايزه اتحدهم، بنتحدهم اتحاد كيميائي عشان نكون مركب جديد، والمركب الجديد ده بيكون له خواص ايه؟ له خواص جديده خالص غير العنصرين الاولانيين اصلا. طيب دلوقتي لما انا بجيب الصيغه الكيميائيه، هل الصيغه الكيميائيه بتخضع لقوانين التكافؤ ولا لا؟ لا لا تخضع لقوانين التكافؤ. طيب ميزة السبيكة بتكون صلبة، بتكون قوية، فهمتوا كده؟ طيب هل الفلزات اللي داخلة في تكوين السبيكة دول بيبقوا شبه بعض أو موجودين في مجموعة واحدة؟ لأ، اللي موجودين في مجموعة واحدة هم مين؟ في السبائك الاستبدالية، أما السبائك البنفلزية لأ. طب عندنا الأمثلة بتاعتنا مين؟ سبيكة الألمونيوم مع النيكل، الألمونيوم مع النحاس، ودول مع بعض بنسميهم إيه؟ الديور ألومين. سبيكة الرصاص مع الذهب Au2Pb، سبيكة السيمنتايت Fe3C. طب أركز في حاجة، إن أنا دلوقتي خدت حديد مع الكربون مرتين، مرة في السبيكة البينية وسميناها في الحالة دي إيه؟ الحديد الصلب، ومرة سبيكة بين فلزية وفي الحالة دي سميناها السيمنتايت. يبقى الحتة دي مهمة، إن أنا عملت سبيكتين اتنين للحديد مع الكربون، واحدة فيهم سبيكة بينية اللي احنا سميناهم مين؟ الحديد الصلب، واحدة منهم سبيكة بين فلزية اللي احنا سميناها مين؟ السيمنتايت اللي هي Fe3C. يجي مثلا يقول لي الصيغة الكيميائية للسيمنتايت مين؟ Fe3C. فيها المشكلة دي؟ يبقى احنا كده النهاردة خلصنا درس الحديد، اخدنا فيه كل حاجة خاصة بالحديد، وقلنا التوزيع بتاعه والخامات بتاعته وكيفية استخلاصه والطرق بتاعته كلها بتاعة الاستخلاص، واخدنا كمان السبائك وانواعها وكل حاجة فيها. كده احنا خلصنا الدرس ده، ان شاء الله المحاضرة الجاية هنكمل الدرس اللي بعده، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.